السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الثاني الخاص بلسب سي اي ار اللي بنقدر من خلاله نعمل لود سكادول للوحة أو بانل موجود عندي. كنا شفنا في الفيديو اللي فات إزاي بنعرف الدوائر اللي موجودة على لوحة كهربية. مثلا لو عندي لوحة كهربية زي دي بتغذي مجموعة من الأحمال اللي هي اللينيات الباور الموجودة قدامنا دي. عرفنا ازاي عن طريق الليزب سي اي ار نعرف الدوائر الخاصه باللوحه. التحديث الجديد الخاص بالليزب لما بتيجي تكتب ليزب سي اي ار او امر سي اي ار في الايجاد هتلاقي ان في ويندو ظهرت لك على جنب كده فيها الخيارات اللي كانت بتظهر لك في الليسته اللي هي الدروب ليست اللي كانت بتظهر لك وفيها الاوبشنز دي. لكن تسهيلا عليك بدل ما تقعد تكتب الامر كل مره عشان تعمل حاجه من الحاجات اللي انت عايزها من البرنامج، انت بتكتبه مره واحده، بتكتب امر سي اي ار وبتظهر لك الويند دي وبتفضل موجوده معاك طول ما انت شغال بالليزب. زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات المفروض بختار الاوبشن اللي هو سيلكت وركينج بانل عشان احدد البانل او لوحه الكهرباء اللي انا عايز اشتغل عليها. بعد ما بدوس على الاوبشن بروح اختار البلوك الخاص باللوحة بتاعتي اللي هو ده، وبيسألني على اسم اللوحة هنا عشان اول مرة بستخدم البلوك ده، فبكتب اسم اللوحة وليكن هنا اسمه PB-F1 انتر. هتلاقي ان الليسب كتب اسم اللوحة على البلوك بتاعه. تاني خطوة المفروض بعملها بعد ما بحدد اللوحة اللي انا هشتغل عليها، برضو الخطوة دي شرحناها في الفيديو اللي فات، هحط اللينك بتاع الفيديو اللي فات هيظهر لك فوق الفيديو دلوقتي، تقدر تدوس عليه وتروح تشوف الفيديو لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الخطوة دي. بنختار الأوبشن اللي هو Define Circuit عشان أبتدي أعرف اللينيات أو الدوائر بتاعتي. بدوس على الأوبشن وبيروح على اللينيات بتاعتي عشان أرقمها. لو أنا مرقم اللينيات تكست او مالتي تكست او ليدر بالشكل ده، حاطط رقم اللينيا على اسم اللوحه ومدي الاسم بتاع اللوحه بتاعتي مظبوط بالشكل ده، اقدر ادور على اللينيا اللي انا عايز ارقمها بسهوله. يعني لو جيت كتبت كده مثلا حرف السي هيظهر لي هنا بيقول لي السيركت نمبر، بكتب اسم الدايره اللي انا عايز ادور عليها وليكن مثلا F1. F يعني بقول له فايند السيركت رقم واحد. بعد كده بدوس انتر بيروح يلف على التكست الموجود عندي في اللوحة وبيدور على اللينيا اللي اسمها او رقم واحد، بلاقي ان هي ظهرت قدامي. اختار البلوكات المتوصلة على اللينيا دي ايا كان عدد البلوكات بختارها وبدوس انتر، هتلاقي ان الليزب رقم اللينيا او البلوكات الموجودة على اللينيا دي ادالها الرقم اللي انت محدده. ببتدي بعد كده ألف على كل الدوائر أو اللينيات الموجودة عندي في الرسمة. لو جيت كتبت F2 هيدور لي على اللينيا أو الدايرة اللي هي رقم 2، بختار البلوكات بتاعتها اللي متوصلة عليها وبدوس إنتر برقمها. هنا خدت رقم اللينيا أو الدايرة رقم 2. ألف على الدوائر أو اللينيات الموجودة عندي في الرسمة كلها ورا بعض. تقدر تقدم الفيديو شوية لو فهمت الفكرة الخاصة بتعريف اللينيات أو الدوائر بتاعتي. هنا وصلت للينيا رقم 15. اللينيا رقم 15 دي اللي هي سخان كهربي، بختار هنا البلوك بتاعها وبدوس انتر اختار، بيديلها رقم الدايرة اللي هو 15. بدور بعد كده على اللينيات اللي هي بعد 15، عندي اللينيا رقم 16 14، لينيا رقم 18 عبارة عن لينية أو دايرة نورمال سوكيت، اختار كل البلوكات اللي متوصلة مع بعض على نفس اللينية أو الدايرة بتاعتي
وبدوس انتر او مسطرة، هتلاقي ان هو رقم كل البلوكات اللي متوصلة مع بعض على اللينيا دي، ادالها رقم 18. ادور بعد كده على اللينيا رقم 19، برضو دي لينية او دايرة نورمال سوكت، بختار البلوكات بتاعتي وبدوس انتر. لينيا رقم 20، لينيا رقم 22، طبعا بحاول اعمل زوم على البلوك اللي انا هختاره عشان اختاره مظبوط، بدل ما اختار من بعيد كده ممكن ما اعرفش اختار البلوك بالظبط. انا بقرب بعمل زوم وبختار البلوك بتاعي. بعد ما بختار البلوكات كلها اللي متوصلة على اللينيا مثلا اللي هي 28 دي وبدوس مسطرة، هتلاقي ان كل البلوكات اللي هي متوصلة على اللينيا دي خدت رقم 28. نكمل بعد كده اللينيا رقم 29، لينيا رقم 34، ده شطر خاص بالويندو أو الشباك ده، بختار البلوك بتاعه وبدوس إنتر أو المسطرة. لينيا رقم 35 برضو خاصة بالشطر، رقم 36 اللي هي دي، لينيا رقم 37، 38، في اللينيا رقم 39. بعد كده لو جيت دورت على اللينيا اللي هي 40 وجيت دوست انتر، هتلاقي ان هو مش لاقيها، يعني عدد اللينيات الموجودة عندك هنا اللي متوصلة على اللوحة دي اخرها 39. برضو بتعمل تشيك على الرسمة بتاعتك عشان تشوف اخر لينيا موجودة عندك المفروض تكون رقم كام. لو ما لقيتش رقم 40 ممكن تكون انت نسيت الترقيم بتاعها، يعني لينيا نسيت ترقمها. ممكن تدور على اللينيا اللي بعد كده اللي هي اف مثلا، لو عايز ادور على اللينيا رقم 41 بالشكل ده برضو مش هلاقيها. كده يبقى عدد اللينيات او الدوائر الموجودة على اللوحة بتاعتي دي عددهم 39 لينيا، كل لينيا عليها انواع بلوكات مختلفة سواء نورمال سوكت او باور سوكت او سدانات او تكييفات او شطر الخاص بالويندو. كده انا عرفت كل الدوائر الموجودة عندي على اللوحة. نيجي بعد كده للخطوة الجاية الخاصة بتعريف البلوكات بتاعتي، يعني أنا عندي كذا نوع حمل موجودة على الدوائر بتاعتي، عندي زي ما قلنا نورمال سوكت وباور سوكت وأحمال سخانات وأحمال تكييفات وأحمال مثلا الشطر الخاص بالويندو. كل نوع حمل من دول المفروض بيختلف في الديموند فاكتور بتاعه، بيختلف في السلك اللي بيغذيه والبريكر اللي هو بتاع الدايرة بتاعته. لما بخلص تعريف اللينيات بدوس على الاوبشن اللي هو Edit بلوك لايبراري، بتظهر لي الويندو اللي هي دي. زي ما قلنا بعرف بيها اول حاجه انواع الاحمال الموجوده عندي اللي هي مثلا نورمال سوكت او باور سوكت او لايتنج او سخانات او تكييفات او اي نوع حمل موجود عندي. بعرف الاحمال اللي انا هستخدمها. هنا بتلاقي اول حاجه على الشمال خالص حاجه اسمها لايبراريز، هنا هتلاقي اوبشن اللي هو ليب 1، دي مكتبة بلوكات رقم واحد، هتسيبها زي ما هي دلوقتي لحد ما هنشرح بعدين ايه فايدة انك تضيف لايبراريز او مكتبات بلوكات. هتسيب الحتة دي او الاوبشن ده زي ما هو. هتيجي بعد كده لتاني حاجة اللي هي الكاتيجوريز، ودي انواع الاحمال اللي موجودة عندي. زي ما قلنا ممكن يكون عندي احمال اناره او نورمال سوكت او باور سوكت او سخانات او تكييفات
او اي نوع حمل كهربي انا بغذيه، المفروض بضيف انواع الاحمال اللي انا هستخدمها. مثلا لو انا هستخدم لايتنج، يبقى انا هضيف كاتيجوري اسمها اللايتنج، بكتب اسمها هنا جنب كلمة نيم وبدوس اد نيو كاتيجوري. كده ضفت نوع الاحمال الاول اللي هو اللايتنج. لو انا عندي نورمال سوكت، بضيف هنا كاتيجوري او نوع حمل جديد اسمه نورمال سوكت وادوس اد نيو كاتيجوري. هتلاقي ان هي اتضافت في الكاتيجوريز بتاعتك اللي انت هتستخدمها. لو انا عندي باور سوكت، لكن قبل ما ادوس على اد نيو كاتيجوري هبص تحت كده، هتلاقي الخصائص الخاصة بالكاتيجوري اللي انت هتعملها. الباور سوكت دي المفروض بحدد هنا الفيزز، هي سنجل فيز ولا ثري فيز، بتختار من هنا سنجل ولا ثري فيز. البريكر اللي هو القاطع بتاع نوع الحمل ده، بختار هنا بكتب الامبير بتاعه ومثلا اي توصيف خاص بيه، سواء مثلا سنجل بول او تو بول، ونوع البريكر ده مينيتشر سيركت بريكر مثلا. بتكتب اي توصيف شايفه مناسب للقاطع بتاعك الخاص بنوع الحمل ده. بعد كده الواير كروس سيكشن اريا، ده الكابل او السلك اللي هيتحكم او هيغذي نوع الحمل ده. هنا مثلا باور سوكت، يبقى السلك بتاعي او الكابل بتاعي 3 في 4 ملم سي يو على البي في سي. بتكتب اي نوع كابل او السلك اللي انت هتستخدمه هنا. هنا الديسكريبشن، ده الوصف بتاعه، ممكن تكتب اي حاجة مش هتفرق معاك. نيجي بعد كده للديموند فاكتور او معامل الطلب على الحمل. بكتب هنا معامل الطلب الخاص بنوع الحمل اللي انا هضيفه اللي هو الباور سوكت. لما باجي ادوس اد نيو كاتيجوري، لما باجي اختار اي كاتيجوري منهم، المفروض لو انا مغير في الاعدادات هنا هتلاقي ان الاعدادات او بيظهر لك هنا الاعدادات الخاصة بتاع كل نوع حمل. مثلا لو جيت كتبت حمل تكييفات هنديله اختصار اي سي، وجيت خليت الكابل بتاعه بدل ما هو 3 في 4 خليته 3 في 6، والقاطع بدل ما هو 16 امبير خليته مثلا 25 امبير، وجيت دوست اد نيو كاتيجوري، هتلاقي هنا ان انت لما بتيجي تختار الاي سي نوع الحمل اللي هو الخاص بالتكييفات، هتلاقي ان الاعدادات بتاعته ظهرت لك قدامك. لو جيت اخترت اللايتنج، هتلاقي الاعدادات اللي انت محددها او اللي كانت موجودة ساعة ما عملت اد نيو كاتيجوري ظهرت لك هنا بالشكل ده. اي نوع حمل هتختاره هتلاقي الاعدادات بتاعته ظهرالك لك في الجزء ده. فاضل بعد كده خطوتين عشان اقدر اعمل بالانس على اللوحة بتاعتي. بعد ما عملت او حددت انواع الاحمال بتاعتي، بيجي بعد كده احدد كل نوع بلوك من البلوكات الموجودة على اللينيات بتاعتي. البلوكات دي هي البلوكات اللي انت عرفتها من شوية لما جيت تعرف اللينيات او الدوائر بتاعتك، بتظهر لك في الجزء ده. هتلاقي هنا بلوكس ويز undefined category، يعني بلوكات لا تتبع اي نوع حمل، محتاجة لسه محتاجة ان هي تتعرف ان هي تبع انهي نوع حمل من انواع الاحمال اللي انت عرفتها. لو جيت مثلا اخترت البلوك الخاص بالتكييف ده، لو جيت اخترته هتلاقي هنا الرمز بتاعه ظهر لك كبير شوية عشان تقدر تتعرف على البلوك بسهولة. تختار كل نوع بلوكات شبه بعض، يعني تبع كاتيجوري واحدة من الكاتيجوريز دي، بتختارها من الليستة هنا، وبتختار اللايبرري اللي انت عايز تودي فيها البلوك ده، ومن الليستة هنا بتختار نوع الحمل اللي بيتبعه البلوك اللي انت بختاره. البلوك ده مثلا تبع التكييف، فبختار من هنا اي سي وبدوس موف سيلكتد بلوك. كده انا نقلت البلوك ده للكاتيجوري اللي هي الخاصة بالتكييف. لو جيت مثلا اخترت البلوكين دول، ممكن اختار هنا اللايبراري زي ما قلنا دي ثابته ما بتتغيرش حاليا. بعد كده الكاتيجوري دول بيتبعوا مثلا النورمال سوكيت، وبدوس على موف سيلكتد بلوكس تو انذر كاتيجوري، يعني بنقلهم للكاتيجوري اللي انا محددها هنا. يجي بعد كده الشطر هنا، ده ممكن برضو اضيفه للكاتيجوري اللي هي الخاصه بالنورمال سوكيت، فبختار من هنا
كاتيجوري النورمال سوكيت، وبدوس موف سيلكتد بلوكس تو كاتيجوري. بعد كده هيتبقى لي البلوك بتاع السخان الكهربي، هلاقي ان انا ما ضفتش هنا كاتيجوري خاصة بالسخانات الكهربية، فهضيف هنا نوع كاتيجوري خاصة بالسخانات الكهربية، وليكن مثلا اختصار دبليو اتش، او ممكن اكتب الحمل كله على بعضه ووتر هيتر، واضيف اد نيو كاتيجوري. لكن هغير هنا السلك الخاص بالدايرة دي، هخليه 3 في 4 وادوس اد نيو كاتيجوري. كده انا ضفت كاتيجوري خاصة بالسخانات الكهربية. اقدر من هنا اختار البلوك اللي هو بتاع السخان الكهربي، واختار من الليستة هنا نوع الحمل ووتر هيتر، وادوس موف سيلكتد بلوكس، هلاقي ان هو اتنقل للكاتيجوري الخاصة بالووتر هيتر. بعد ما عملت كاتيجوري او كل نوع حمل عملت له كاتيجوري وغيرت الاعدادات بتاعتها حسب نوع كل حمل، بعد كده بعد ما نقلت البلوكات اللي هي موجودة عندي على اللوحة بتاعتي، نقلت كل نوع بلوكات على الكاتيجوري بتاعته. لو جيت بصت على اي كاتيجوري بالشكل ده هتلاقي البلوكات بتاعته اللي موجودة هنا تبع نفس الكاتيجوري هتظهر لك يا اما هنا يا اما هنا. لو جيت اخترت نورمال سوكت من فوق هنا هتلاقي ظهرت لك الاحمال بتاعتك او البلوكات بتاعتك اللي تبع الكاتيجوري دي. لو جيت دوست على باور سوكت هلاقي ان مفيش بلوكات معرفة على الباور سوكت. لو جيت على ووتر هيتر هلاقي ان في بلوك هنا انا معرفه على الكاتيجوري الخاصة بالووتر هيتر. فاضل اخر خطوة عشان ابتدي اعمل لود بالانس على اللوحة بتاعتي، ان انا اعرف الباور الخاصة بكل بلوك موجود عندي من البلوكات اللي انا لسه معرفها من شوية. يعني الباور سوكيت الحمل بتاعه بيختلف عن النورمال سوكيت، بيختلف عن السخان وعن التكييف وعن الشطر وعن اي حمل تاني، فالمفروض بدي كل بلوك الباور بتاعته. هنا باختصار انا بعمل مكتبة بلوكات عشان اقدر استخدم البلوكات دي بعد كده على طول من غير ما اعيد الخطوات دي مرة تانية. يعني اي كاتيجوري انت بتضيفها هتقدر تستخدمها في اي رسمة تاني، واي بلوك انت ضفته مرة وعرفت الكاتيجوري نوع الحمل بتاعه وعرفت الباور الخاصة بتاعته هتقدر تستخدمه على طول بعد كده من غير ما تعيد تعريفه. يبقى جينا لمرحلة تعريف الباور الخاصة بكل بلوك من البلوكات الموجودة عندي. بروح على كل كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي انا ضفتها او عملتها، وليكن مثلا الاي سي، هلاقي هنا ان كاتيجوري بلوكس ويز undefined باور، يعني البلوك ده لسه ما تعرفش الباور بتاعته. بدوس عليه او بختار البلوكات اللي انا عايز اغير الباور بتاعتها من الليستة هنا، وبروح على الخانة هنا apply power to select blocks، بغير الباور بتاعتي اللي انا محتاجها لكل بلوك من البلوكات اللي انا مختارها. لو انا مختار من هنا حمل التكييف واروح اختار او اكتب الباور بتاعته وليكن مثلا 2000 وات او فولت امبير، وبدوس ابلاي باور تو سيلكتد بلوكس، يعني بحدد ان الباور دي هطبقها على البلوكات اللي انا مختارها من هنا وادوس ابلاي. هتلاقي هنا ان البلوك اتنقل من الخانة هنا للبلوكات الجاهزة للاستخدام، هنا بلوكس ريدي تو يوز، خلاص البلوك ده متعرف الكاتيجوري بتاعته ومتعرف الباور بتاعته. كده البلوك ده تقدر تستخدمه على طول، مش هتحتاج تعرفه تاني في اي رسمة من الرسومات بتاعتك. لو رحت على اللايتنج مفيش هنا بلوكات، لو رحت على النورمال سوكيت هلاقي ان انا عندي احمال او كذا بلوك على نوع الحمل ده، ممكن اختارهم كلهم مرة واحدة كده واروح على الباور بتاعتهم وليكن مثلا 180 فولت امبير، وادوس هنا ابلاي باور تو سيلكتد بلوكس بالشكل ده. هتلاقي ان البلوكات اللي انت اخترتها وغيرت الباور بتاعتها اتنقلت للبلوكات الجاهزة للاستخدام. لو جيت دوست على اي بلوك منهم هتلاقي بيظهر لك رمز هنا واليونت باور الباور بتاعته تحت بالشكل ده. هروح بعد كده للباور سوكيت، مفيش هنا بلوكات على نوع الحمل اللي هو باور سوكيت. هروح للووتر هيتر اللي هو ده، بدوس عليه بروح اكتب الباور بتاعته
وليكن مثلا 1500 فولت امبير، وبدوس ابلاي باور تو سيلكت بلوكس. كده انا عرفت البلوك كده زي ما قلنا، اتعرف له نوع الحمل بتاعه والباور بتاعته اتعرفت. كده البلوك كده جاهز للاستخدام في الرسمة دي او اي رسمة تاني موجود فيها البلوك ده. كده انا عملت كل الخطوات اللي انا المفروض اعملها قبل ما اعمل لود بالانس سكاديول. خلاص انا كده جاهز اقفل نقفل الويندو دي، وبدوس هنا على ستارت. بعد ما بدوس على ستارت بختار اللوحة الكهربية اللي انا عايز اعمل لود بالانس ليها اللي هي دي، بختارها وبدوس هنا. بيقول لي اللوحة دي البلوكات بتاعتها تبع انهي لايبراري. زي ما قلنا بختار اللايبراري 1 باي ديفولت، يعني مش هغيرها دلوقتي، وادوس يس. هتلاقي ان هو هيفتح الاكسل بتاعك بتاع اللود بالانس سكاديول، وهيبتدي يعد اللينيات او الدوائر بتاعتك الموجودة على اللوحة اللي انت اخترتها، ويشوف البلوكات الموجودة على كل لينية، ويحط الباور بتاعت كل لينية في ملف او شيت الاكسل بتاعك، ويبتدي يعمل لود بالانس سكاديول. بياخد حوالي من 30 ل 40 ثانية. بعد ما بيخلص زي ما هنشوف دلوقتي ان هو هيعمل لك بالانس على اللوحة، وهيطلع لك شيت اكسل فيه ارقام اللينيات او الدوائر ومعمول ما بينهم بالانس. هنا بعد ما بيخلص البالانس بيبتدي يعمل بيعيد ترقيم اللينيات او الدوائر بتاعتك، بحيث ان هي تاخد الارقام الجديدة بعد ما عملت لود بالانس. بعد ما بيخلص لود بالانس بتلاقي ان هو فتح لك شيت اكسل فيه الدوائر بتاعتك رقمها. مثلا انا كان عندي 39 لينيا، كملتهم لحد 42 لينيا عشان السبير اللي هسيبه في اللوحة او البانل بتاعتي. بعد كده كتب لك اللود ديسكريبشن الخاص بكل لينيا والقاطع بتاعها. طبعا القاطع ده انت محدده في اللايبراري زي ما كنا محددين قبل كده، والسلك او الكابل اللي بيغذي اللينيا او الدايره دي، وكاتب لك حمل كل لينيا وموزعهم على الثلاث فازات اللي هي الار واليلو والبلو، وعامل لك هنا لود بالانس على كل الثلاث فازات. هنا لود بالانس هنا 1 من 100، وكاتب لك الحمل الكلي اللي متوصل على اللوحه وانواع الاحمال اللي موجوده على اللوحه دي والديموند فاكتور بتاع كل نوع حمل منهم، وكاتب لك هنا توتال ديموند لود الخاص باللوحه بتاعتك. وكمان عمل لك لو رحت على الاوتوكاد هتلاقي ان هو غير اسماء او ارقام الدوائر بتاعتك، ادالها الرقم ولون الفازه بعد ما عملت لود سكادجول.